إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من الملحقة الإدارية 68 حي البركة، عمالة مولاي رشيد. فمازال تجمعات ديال المواطنين كثيرة، تقريبا منذ الساعات الباكرة، كاين اللي كيقول 6 الصباح، كاين اللي كيقول 5 الصباح، والناس واقفين باش يشدوا النوبة ديالهم ولا البلاصة ديالهم. فهذه التجمعات هي خاصة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان اللي عملات الدولة باش الطبقة الفقيرة تكون معروفة عند الدولة العدد ديالها، كم عدد ديال الأفراد وكم العدد ديال الأسر المعوزة من أجل دعم مستقبلي إن شاء الله، لأن كاين هناك بعض المواد الاستهلاكية اللي غادي يتم الاستغناء على الدعم ديالها، مثل مستقبلا مثل البوطه، مثل السكر، مثل الدقيق اللين اللي كيستافدوا منه شركات وكيستافدوا منه اغنياء، وهذا الدعم هو اصلا كان مخصص فقط للطبقه الفقيره. هذا هو الهدف ديال السجل الوطني للسكان اللي من المفروض على الجميع انه يتسجل بما فيهم انا، ولو انني خدام ولكن حتى انا معني بالامر، كذلك الاجانب المقيمين في المغرب ماشي فقط المغاربه، اللي خدام اللي ما خدامش، المزوج اللي ما مزوجش، اللي عنده الضمان الاجتماعي اللي ما عندوش، اللي عنده الملك اللي ما عندوش. فجميع المعلومات ديالك هي في الصالح ديالك، لان غادي تتم معرفه الجميع بدون تزوير، لان هناك بصمات باليد وكذلك الصوره خاصه بالعين مثل الباسبور بيومتريك باش ما يكونش تزوير، لان هناك ناس سامحهم الله للاسف عندهم امكانيات ماديه ولكن مازال كيطمعوا انهم يستافدوا بحالهم بحال الفقراء. عندهم امكانيات ماديه، عندهم المشاريع ديالهم، عندهم المنازل ماشي منزل، ولكن كيطمعوا باش يكونوا مع الفقراء. كيف وقع في الايام ديال كوفيد بان الناس عندهم امكانيات ماديه وبقاو كيقاوموا باش يستافدوا من القفه اللي خصصت الدوله للفقراء. فالسجل الوطني جاء حل من الحلول من اجل احصاء عدد الاسر المعوزه وكذلك احصاء الافراد. هادشي فقط من اجل الدعم اللي غادي يكون في المستقبل، لان في سنه 2023 اي السنه المقبله في البدايه ديالو غادي يكون واحد الدعم خاص ببعض المواد الاستهلاكيه، مثلا البوطه لا ما بقاتش الدوله بغات تدعمها، لان هناك شركات وكبار فلاحين واغنياء كيستافدوا منها بشكل كبير. يعني الناس المستهدفين من دعمهم هم الفقراء، ولكن الواقع كيقول بان الشركات وكبار الفلاحين والاغنياء هما اللي كيستافدوا من هذا الدعم. الدولة غادا تحيد الدعم ديال البوطة، ولكن غادا تدعمك انت مباشرة، إذا داك الفلوس اللي كانت كتخلص على البوطة غتولي توصلك انت مباشرة، لأن خاص يكون عندك واحد كونت بونكيغ باش تستافد منه مستقبلا. فهذا حل من الحلول، أنا فقط كنقول بأن الوقت راه مازال، الناس ما كيلاش يفيقوا مع 5 الصباح ويجيو يشدوا الصف والبرد. مازال الوقت، كل نهار تقريبا كتسجل 30 شخص في كل ملحقة حتى يساليو من عملية التسجيل نهائيا. التسجيل كيمر عبر مرحلتين، المرحلة الأولى إما في المنزل عندك، يعني غير من الهاتف كتدخل لابليكاسيون التطبيق الخاص بالسجل الوطني للسكان وكتسجل، إما كتفي السيبر وكتعمر واحد الاستمارة وكتأمبريميها، ومن بعد كتلتحق يعني بالمقاطعة من أجل أخذ موعد. والموعد غادي يكون تقريبا قريب الاجل ديالو، لان كاين الناس كيمشيو كياخذوا الان موعد كياخذوا لا اسبوع ولا ثلاث ايام، من بعد كيبداو كيسالوهم على بعض الاسئله اللي هي خاصه للحاله ديالك الاجتماعيه، خدام، زواج، عندك ضمان اجتماعي، عندك ملك. فمن بعد صافي كتستقبل واحد القين سري، واحد الكود كيتم ارساله
ليك كيبقى خاص بك هذاك الكود، يعني بحالو بحال واحد ماتريكول ديال لا كارت ناسيونال في جميع المعلومات ديالك من اللي غادي يحتاجو، او عفوا من اللي غادي يكون اي دعم، فغادي يكون داك القن السري ولا داك الكود هو اللي فيه جميع المعلومات ديالك. فانا غادي نوصل لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم ونراكم بروك.